تسمي معنا وصفات باستعمال ليموس لاكلاس شانتيي مايفين وفلان ايديال وفوزي كل يوم بمجموعه منتوجات ايديال وفي نهايه المسابقه بمجمد من النوع الرفيع. هاد الصيف غادي يحلى مع ديسيرات ايديال. اذا كيف قلنا الوقت صيف، الوقت بهجه، الوقت لمة، الوقت فرحه مع الاحباب والعائله، واكيد هذا الشيء كيستدعي ان يكون واحد ديسير من حاجه اللي هي زوينه وحاجه اللي ممكن انكم تشاركوها مع الوليدات ديالكم مع الاحباب ديالكم. فما شاء الله على كل السيدات ايضا اللي كيشاركوا معنا وكيعطيونا الديسيرات ديالهم وايضا الوصفات ديالهم. المسابقه كالاتي سهله، يكفي انكم تشاركوا معنا الديسير اللي صيبتو من خلال منتوجات ديال ايديال، سواء استعملتوا المايفين، الكلاس، كي شونتيي، الفلان، هاد الامور كلها، العموس، هاد الشيء كامل اللي كتحصلوا على انكم حققتوا تدلو به الديسير ديالكم. كتبعتوا لنا الصوره مع المنتوج اللي استعملتوا في القلب ديالها على رقمنا ديال الواتساب اللي هو 0702024040. هذا الشيء اللي دارت لطيفه من اكادير. لطيفه، السلام عليكم. كيفك جميله؟ اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ بارك الله فيك. كي دايره انت؟ لاباس عليك. الله يحفظك، الله يحفظك. لطيفه، دارت جوج ديال الديسير، دارت واحد بلاموس ودارت واحد كلاص، ياك؟ ايه انا هما زوينين بجوج. ولكن انا غنختار ديال لاموس لانه حتى هو ديكور زويون. ناخذ ديال لاموس ياك؟ ايه مرحبا. الله ودي، تفضلي لطيفه. طرطه، طرطه. اول حاجه كانت الطبقه الاولى. اش درتي بعدا؟ اش من موس درتي؟ اش من موس درتي لطيفه؟ موس ديال الفاني ديال ايديال. اجي ناخذ دبل المقادير. ايه مرحبا، تفضلي. اول حاجه كنديروا الطبقه الاولى فيها البيكوين طحون، هذه الطبقه كنديروا، كنحاولوا نجددوا الطبقه الثانيه حيت هي اللي كتكون شاده لينا كل شيء. كنخلطوها، كنثبتوها بواحد القاعد ديال الكاس مزيان، صافي كندخلوها للثلاجه تتبرد لينا. اول حاجه الكريمه اللي درت لاموس ديال ايديال الفاني، طلعتها مع ربع كاس ديال الحليب يكون بارد، درت ليها اربع قطع ديال الفرماج، الفرماج اللي كيبغي الواحد، صافي ضربتها مزيان حتى ولات عندي واحد الكريمه اللي ثابته وشاده راسها. نزيدو لها شيشه ديال الفاني ديال ايديال باش تثبت لينا داك النكهه ديال الفاني مزيان. ايوا صافي، كنخلي ديك الكريمه تثبت لينا مزيان، عاد نديرها فوق من هذاك الطبقه اللي درنا ديال البيسكوي، وكنقادوها من جناب بالبوست، وكنشد انا الفواكه ديالي كنقطعهم بهذوك الالات ديال اما شكل ورده ولا نجمه باش العين كتاكل. صح صراحه تبارك الله عليك. كنقادوهم سواء الكيوي سواء الفريز، صراحة صراحة هاد لاموس بنينة كتعجب الكبار والصغار. تبارك الله عليك لطيفة، صراحة التاد ديسير ساهل وما ما واخدش الوقت كثير، وتبارك الله حتى الطريقه ديال التزيين ديالك كيف درتي لي ما شاء الله غنشاركوا ايضا مع كل المستمعين والمشاهدين ايضا. كنشكرك بزاف لطيفه من اكادير. ما تنسيش انك كتربحي معنا مجموعه من المنتوجات من ايديال، وما تنسيش ان الرقم ديالك ايضا ان شاء الله في القرعه ان شاء الله في نهايه المسابقه باش نشوفوا شكون اللي غيربح معنا المجمد. شكرا لك بزاف لطيفه. ان شاء الله معكم بركه الحكومه. الله يحفظك ويحفظ لك الولاد. شكرا لك، والشكر موصول ايضا لكل المستمعين والمستمعات اللي مرحبا دائما بمشاركات ديالهم. ان شاء الله يوم الاثنين نعود نشوفوا مشاركة أخرى، نشوفوا ديسير آخر إن شاء الله من الإبداعات ديالكم، ديدات ديالكم. دائما شاركوا معنا الديسيرات ديالكم مع المنتوج اللي استعملتوه في القلب ديالهم، وتبعتوا لنا على رقم الواتساب اللي هو 0702024040 على شهادة فما. وانتي شنو هما الوصفات اللي ممكن تحضري باستعمال ليموس لاكلاس شانتيي مايفين وفلون ايديال؟ ايديال ما نساتكش وكتهدي كل يوم مجموعه من المنتوجات، وفي نهايه المسابقه مجمد من النوع الرفيع. هاد الصيف غادي يحلى مع ديسيرات ايديال.